أهلا محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية إذا لاحظنا حالة الارتفاعات في عوائد السندات الأمريكية وتحديدا يشكل ضغط على العملات الرئيسية في ظل الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار، ماذا تتوقعين خلال تعاملات هذا الأسبوع، الاستمرار في حالة الارتفاع للدولار أم الدخول في حالة من الاستقرار؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعات قوية أمام أغلب العملات الرئيسية، يرجع هذا بشكل رئيسي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي. يوم الجمعة أظهرت البيانات استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين مؤشر رئيسي على التضخم خلال شهر مايو، في الوقت الذي بدأ فيه الفدرالي بالفعل تشديد السياسة النقدية، رفع الفائدة في اجتماع مارس الماضي بربع نقطة أساس، رفع الفائدة في اجتماع مايو بنصف نقطة أساس، ولكن يبدو أن التضخم لا يزال يواجه ضغطا أو ضغوطات صعودية تتسبب في استمرار ارتفاعه، مع المشاكل الرئيسية التي تواجه التضخم العالمي سواء استمرار كسر سلاسل الترويد مع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، أو عودة أو عدم عودة النشاط الاقتصادي أو حركة النشاط الاقتصادي كما كانت قبل تفشي فيروس كورونا، واستمرار الإغلاقات في بعض الدول مثل مثلا الصين. وبالتالي فالمشكلة الأساسية تبقى الآن في استمرار ارتفاع التضخم. نحن الآن نرتقب هذا الأسبوع اجتماع الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، وهناك توقعات طبعا أغلب التوقعات تدعم أيضا استمرار رفع الفائدة بنصف نقطة أساس، ولكن بعد بيانات التضخم يوم الجمعة الماضية أصبح هناك نسبة لا بأس بها تدعم ارتفاع أو رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس مع ارتفاعات التضخم القوية والخوف من فشل الفدرالي الأمريكي في السيطرة على وتيرة نمو التضخم وعلى ارتفاعات التضخم. وبالتالي وجدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة أمام أغلب العملات، خاصة طبعا اليورو الاسترليني والين الياباني كما تفضلت، وبالرغم من أنه عملة ملاذ آمن، ولكن الضغط على الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاعات الدولار الأمريكي ضغط طبعا على عملة الين الياباني، واستقراره بالقرب من أدنى مستوياته منذ حوالي 21 عاما مقابل الدولار الأمريكي. طبعا هذا يرجع لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية والترقب لرفع الفائدة، وهل الفدرالي الأمريكي سيبدأ في التنويع عن سياسات جديدة أو رفع الفائدة، أو يعني الكلام عن رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، على الرغم من هذا سيكون له طبعا عواقب ضخيمة على الاقتصاد، ولكنه قد يكون هناك مفر أمام استمرار ارتفاعات التضخم الفترة المقبلة. نعم أماني، فيما يتعلق تحديدا بأسعار الين، نلاحظ حالة يعني التراجعات لأدنى مستوياته تقريبا مقابل الدولار منذ 20 عاما. يعني قبل قليل خرج كبير أمناء مجلس وزراء اليابان يتحدث عن بعض الإجراءات التي من الممكن أن تحد من هذه التراجعات، ما هي الخيارات المتاحة برأيك أمام يعني الحكومة اليابانية للحد من التراجعات الحاصلة في أسعار الين مقابل ارتفاع مؤشر الدولار؟ يعني بالرغم من سياسات بنك اليابان طوال الأعوام الماضية التي تدعم تراجع أو خفض قيمة الين الياباني طبعا لدعم الصادرات ودعم حركة النشاط التجاري، ولكن ارتفاع أو تراجع الين الياباني بتلك الوتيرة طبعا يتسبب فيه هروب الأموال المستثمرين الأجانب من البلاد، وبالتالي قد يضر الاقتصاد أكثر من نفعه. نحن الآن نتحدث عن استقرار الدولار أمام الين الياباني عند مستويات 135 ين لكل دولار، وتلك المستويات لم نراها منذ 20 عاما. تراجعات قوية يشهدها الين الياباني قد تتسبب في يعني بدء تدخل الحكومة أو البنك الياباني للحد من تراجع قيمة العملة المبالغ فيه، لأن طبعا استمرار التراجعات واستمرار انهيار العملة واستمرار تباين السياسات النقدية ما بين بنك اليابان الذي يتبع حتى الآن الفائدة السلبية والسياسات النقدية التوسعية التي تضغط على قيمة الين الياباني، في الوقت الذي بدأ فيه الفدرالي يسرع وتيرة التشديد النقدي مع ارتفاعات التضخم القوية. نحن نتحدث عن تباين واضح في السياسات النقدية قد يتسبب في استمرار الضغط على الين الياباني، وقد يتسبب في الضغط على الاقتصاد الياباني الفترة المقبلة. وبالتالي لا نستبعد بالرغم من يعني استقرار أو انكماش الاقتصاد الياباني واستمرار تباطؤ نموه ويعني عدم ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة قوية مثل الدول الرئيسية الأخرى، ولكن لا نستبعد يعني بدء تدخل الحكومة أو بنك اليابان لحد من انهيار العملة الفترة المقبلة. نعم يعني أماني، أيضا هذا الارتفاع في مؤشر الدولار شكل ضغطا كبيرا على العديد من العملات الرئيسية والعملات الأخرى. إذا ما تحدثنا عن الليرة التركية وأيضا الجنيه المصري، هل يزالان أو يعني يشهدان هذا الضغط أيضا وحالة من التراجعات لديهما؟
طبعا عندما نتحدث عن ارتفاعات الدولار الامريكي القويه وسياسات الفدرالي الامريكي ذات التجديد النقدي ورفع الفائده في كل اجتماع يضغط بلا شك على الاسواق الناشئه مثل تركيا طبعا ومصر، بالرغم من محاولات البنك المركزي المصري للتدخل وطرح شهادات 18% وبعدها طرح شهادات ذات الثلاثه اعوام، ولكن حتى الان استمرار سياسات البنك الفدرالي الامريكي ورفع الفائده يضغط على الاسواق الناشئه ويتسبب في هروب الاموال المستثمرين الاجانب خارج البلاد، وبالتالي يعني قد يتسبب في استمرار تراجع الليره التركيه. الليره التركيه ايضا تعاني من تراجعات قويه، معدلات التضخم تقترب من نسبه 70% مع استمرار بنك المركز التركي في سياسته ذات النقديه التوسعيه، وبالرغم من بدء على الجانب الاخر البنك المركزي المصري في رفع الفائده وتجديد السياسه النقديه في محاوله لجذب اموال المستثمرين الاجانب ومنع يعني هروبها خارج البلاد، ولكن طبعا سياسات الفدرالي الامريكي قد تضغط على تلك الاسواق الفتره المقبله، وقد نشهد الدولار الامريكي يعني عند مستويات اعلى بكثير مقابل الليره التركيه ومقابل الجنيه المصري. نعم، محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب الاستاذه اماني رشيد، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا.